صباح الخير، صباح النشاط، صباح الرياضة. أهلا وسهلا فيكم في فقرتنا الرياضية. اليوم راح أكون معكم كوتش أحمد عرقات، راح يكون معي كوتش محمد الحرسيس. صباح الخير كوتش. اليوم راح نعمل تمارين لعضلات البطن ونعمل استابيليتي لعضلات البطن، الثبات، تمارين بالثبات. حنبلش وورم اب خفيف مكاننا، حنحاول نعمل وورم اب للجزء اللي فوق لأنه الدنيا برد، نحاول نحمي منيح. دائما بالبرد بنحاول عملية الإحماء تكون طويلة ممتازة بنفس الوقت عشان نتجنب الإصابات. حرك إيداي. وقف، أخذ إيدي يمين، شمال. في معلومة حاب أحكيكم إياها للناس، دائما بتفكر إنه تمارين لعضلات البطن إنه إحنا بننحك إذا بنضل نلعب مثلا تمارين أبس، أكيد نحرق، بس بنفس الوقت كمان بدنا ناكل منيح عشان ننزل وزن من منطقة البطن. ندور باك شوي، دائما الأكل بشكل نسبة كبيرة نزولنا للوزن، لازم نهتم بأكلنا كثير منيح. هلا هننزل سايد 1 2 3 4 5 6 7. ستوب. هلا هنبلش اول تمرين، هننام على ظهرنا. هرفع رجلي فوق فوق. رح نقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هلا رح فوق، هنعمل تويست، هنعمل من 10 تكرارات. هرفع رجلي بالهواء، هنعمل تويست 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كمان 10. حعمل ايزي اوبشن، حخلي رجلي على الارض نفس التمرين للي ما بيقدر يرفع رجليه بالهواء. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هلا هنعمل بلانك على الالبو على الكواعي، بلانك والتاتش، هلمس ليلة قدام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نعمل ستوب، برجع نام على ظهري. حط رجلي اليمين فوق الشمال، ارفع رجلي الثانية فوق، حنطلع 1 2. هنعمل 7 تكرارات لكل جهة. 4 5 6 7. هلا هنعمل سويتش، شمال فوق اليمين، برفع رجلي اليمين برضه 7 تكرارات. 2 3 4 5 6 7. هنعمل ستوب، نطلع فوق، ناخذ نفس خفيف. هلا هنعمل لورا، حط ايدي تحت الهب، مد رجلي، هلا لفوق. 1 2 3 4 5 6 7. كمان 3 8 9. هلا راح اعمل هول حتى يصير في جهد على 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ريست، فوق حال شوي. هلا رح نعمل سايد بلانك على الجهة اليمين، هطلع فوق، نلف بعدها 10. 1 2 3
4 5 6 7 8 9 rest. حنضل على نفس الجهة، حنصعبها شوي. again coach، حنطلع حرفع رجلي شمال لفوق. stability أكثر للكور. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rest. راح نبدل على الجهة الثانية. بلشت ضلت بطننا تشد. هلا ثانية. 1 2 go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rest. هلا حرفع رجلي يمين لفوق. داس كوتش جو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rest. هرجع انام على ظهري، حمد رجلي ستريت، نطلع لفوق يمين، نطلع معاها من قدام. 1 جسمي يطلع. 2 3 4 5 6 7 8 9 حنبدل. 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rest. حناخذ نفس خفيف، حنرجع نعمل بلانك، بس حنعمل على ايدينا ما حنعمل على الالبو. ظهر مستقيم طبعا. حنعمل تاتش الشولدر. 1 2 3 ظهري مستقيم زي ما انتم شايفين. 4 5 6 7 8 9 rest. ناخذ نفس خفيف. هلا نعمل اخر شيء في كرونشز. دي هون لي قدام بطلع. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ناخذ ريست. هلا رح نعمل اخر تمرين، تكون بالشكل بالوضعية هاي قاعد، حرفع رجل يمين لقدام. 1 2 3 4 5 6 7 8 عم بدل. 1 2 3 4 5 6 7 8 نعمل استرتش عضلات الابس، خلي كل جسمي على الارض، ارفع لفوق. على الاطاله لحتى ما نصيب نشد عضل. ثانية. لفوق. طبعا بهيك احنا بنكون خلصنا فقرتنا اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا فيها. استنونا الفقرات الجايه، نرجع لدانا.